كتير تقول لك لا ده طعمه غريب، لا ده رز بلبن، كل رز بلبن حادق. لا جربوه بالطريقه دي، سهل جدا جدا وبسيط، طعمه كريمي تحفه. تقدري تعمليه بشوربه، تقدري تعمليه شوربه ويعني تزودي مع اللبن شوربه، لو شوربه بط او شوربه تقيله عندك هتبقى هايله جدا جدا. بسيط وسهل. تعالوا بقى نسمي بسم الله وندخل على المقادير على طول، نشوف هنعمل ايه النهارده. طيب معايا البطايه الحلوه اللي انتم شايفينها دي، وهنقول التتبيله بتاعتها عباره عن ايه. معايا ملح وفلفل، بشر برتقانه، وممكن تحطي بشر ليمونه. سواء هتبشري برتقانه او ليمونه خدي بالك انك ما توصليش للجزء الابيض، لان ده اللي بيبقى فيه شويه مراره من القشر الالياف اللي جوه. طيب ايه تاني معايا؟ عود روزماري، ممكن ما تحطيش، ممكن تحطي زعتر، تحطي ريحان، تحطي اي حاجه انت بتحبيها من الاعشاب دي. معايا كمان معلقه كبيره مستارده، ومعلقه كبيره صلصه طماطم، ومعلقه كبيره خل اهو. طيب معايا ايه تاني؟ ربع كوبايه عسل ابيض، عسل ابيض هيدي طعم ولون حلو جدا جدا للبطايه بتاعتنا. طيب معايا ايه تاني؟ ميه طماطم وميه بصل. مش عايزه ان انت تبشري الطماطم ميه وتاخدي ميتها، او تقعدي تبشري البصلايه وبقى نقعد نعيط، تعملي ايه؟ اضربي بصلايه مع الطماطم ميه بشويه ميه في الخلاط، وبعدين صفيهم كويس جدا بمصفى ضيق. طيب معانا ايه تاني؟ معايا توم بودره وبصل بودره وبرتقانه، تمام البرتقانه لسه هتجيلي، والبوكي جرنيه. البوكي جرنيه ده بقى اي خضار عندك، كرفس، كرات، ورق، بصل، طماطم، فلفل، اي حاجه عندك في الخضار حطيها كلها في الصينيه ونحط عليها البطايه. طيب تعالوا نقول الكشك الابيض كمان بالمره. احنا كده معانا البطايه اللي هي رستو على اللي هنسويها في الفرن سوا كامل بدون اضافه ميه. تعالوا كمان نقول الكشك الابيض اللي هو كشك المز مقاديره ايه. طيب معايا نص كوبايه رز مسلوق، تمام يفضل يكون مسلوق يعني متكين عليه شويه في السوى، وطبعا تسلقيه في ميه وملح ومكعب مرق او شوربه، تمام ده اختياري بقى ليك. يعني عندك شويه شوربه اسلقي فيهم، ما فيش هتعملي بطايه رستو زي بتاعتنا يبقى خلاص هتحطي ميه ومكعب او ميه وعود كده ورق لورا مثلا وشويه ملح وخلاص الموضوع سهل جدا. معايا اربع كوبايات لبن، اربع معالق كبار دقيق، معلقتين كبار قشطه بلدي، مفيش قشطه بلدي حطي قشطه نباتي، مفيش قشطه نباتي حطي كريمه لبان، يعني ما توقفيش على حاجه الموجوده عندك اشتغلي بيه. بصل محمر، هقول لكم ازاي نحمر البصل عشان يطلع مقرمش كده. ملح وفلفل ومكعب مرق اهو، بسيطه جدا جدا. مش شايفين البصل يعني شكله مقرمش كده وحلو جدا زي البصلايه بتاعه الكشري. تعالوا بقى ايه نلبس الجوانتي ونسمي كده بسم الله ونشوف. طيب سريعا نبتدي في التتبيله على ما ناخد فصل. طيب اوكي تعالوا التتبيله دي بقى تقدري على فكره تعمليها مع فراخ هتبقى حلوه جدا، تقدري تتبلي بيها لحمه برده هتبقى جميله. فكره الميكس بتاع الحاجه المززه مع الحاجه المسكره مع الحاجه اللي لاذعه شويه فظيعه، يعني ان شاء الله تجربوها وتطلع معاكم زي الفل. طيب اساسا بس شيف سيد عايزه بوله للتتبيل ممكن؟ تمام. طيب تعالوا نجيب حله واعمل الكشك معاكم كده على النار ونسيبه شويه على ما البوله تجيلي ونعمل التتبيله. فهجيب حله كده صغننه نعمل فيها الكشك معاكم على طول. يعني دي اعتقد كفايه هتبقى حلوه كده وصغننه عشان ايه كمان الخلطه تغلي معايا على طول. طيب احط اول حاجه عندي، اجيب بس معلقه كده. تعالوا نجيب دي وناخد كمان ايه الويسك. طيب هنعمل ايه؟ ادي الرز معايا اهو، الرز طبعا مسلوق وانا متكيه عليه شويه في السوى عشان ايه يبقى طري كده ويشرب على طول من اللبن. هعمل ايه؟ هحط يعني على كوبايتين المقادير اللي نازله معاكم دي في اتنين، يعني انا هنا عامله نص المقدار هاخد ربع كوبايه. يعني عندنا ايه؟ نص كوبايه رز مسلوق، انا عندي هنا هحط ربع وهحط كوبايتين دقيق ومعلقتين كوبايتين قصدي لبن ومعلقتين دقيق، تمام؟ اهو هحط عندي ربع كوبايه رز، تمام؟ ونحط ايه؟ ادي كوبايتين اللبن، نحط عليهم معلقتين كبار ايه؟ دقيق. هقلب الدقيق مع اللبن على البارد قبل ما اضيفهم هنا. اهو كده تمام. ازيك يا مدام سهام؟ صباح الخير يا نور، عامله ايه؟ صباح النور يا روحي، اخبارك ايه؟ يا توتة والله وانت وحشاني اكتر، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت اخبارك ايه يا عمر؟ تمام، طمني على صحتك. الحمد لله يا رب. نقول بقى الحمد لله يا توتة. يا رب الف حمد، ربنا يعافيك يا رب ويبعد عنك اي شر. يا توتة ويكفيكي شر المرض ويخليكي لاولادك يا رب، اللهم امين يا روحي، ربنا يفرح قلبك. تعيش يا توتة، تعيش يا حبيبه قلبي. طبخه ايه النهارده يا مدام سهام؟ والله احنا ولا لسه ما ابتديناش؟ ارنبيط، الله
الله يستاهل بقى بقك. يلا والله انا بموت فيه اصلا. تعالي اتفضلي، ده انا اجيبهولك لغايه عندك. ربنا يجعله عامر وكل الخير يبقى عندك. تعيش يا حبيبه قلبي. تسلم عيونك. صباحك زي الورد. نورتيني. طيب انا بس عندي هنا لو ممكن كده. طيب تمام. طيب انا عندي حطيت ايه، خليكم مركزين معايا، حطيت ربع كوبايه رز، حطيت عليها كوبايتين كبار لبن، عندك لبن بلدي حطي، عايزه تحطي كوبايه لبن وكوبايه شوربه مفيش مشكله، يعني عايز تحطي كوبايه لبن وكوبايه كريمه برضو ده اختياري. تعالوا بقى اشغل عندي النار، سهل جدا جدا بسيط.